فترة قررنا أنا وزميلاتي في المدرسة المعمدانية نلتحق في برنامج اللي بتقدمه الأكاديمية الدبلوم المهني للقيادة التعليمية المتقدمة. كان في نظرة مهمة جداً إلنا كإدارة مدرسة، وضعت رؤية للطالب الخريج بأنه يكون طالب متعلم، قائد، متعاون، مشارك. صورة الخريج في نظرنا كانت مهمة جداً، كيف نطبقها من خلال تطوير أداء المعلم وتطوير أسلوبه داخل المدرسة. بحب أشارككم بإحدى التطبيقات اللي كانت مفيدة بالنسبة لي، اللي هي أخذ المشاهدات الصفية. كيف أنا لما بدي أفوت على حصة أشوف المعلمة لازم أرصد أو أكتب كل شيء أنا شفته، كل شيء أنا سمعته، بنادي المعلمة، بحكي معاها، حتى بالنهاية أنا وياها نوصل لأفضل الممارسات التي تطبق في الصف وتعمل تطوير العملية التعلمية. تحليل بيانات الطلبة أنا بعتبرها هي الركن الأساسي اللي على أساسه بتنبنى أي قرارات تخص المعلم أو تخص المنهج أو تخص العملية التعليمية. اللي بنقوم فيه بفرق البيانات، نجمع هالأدلة، بيانات تحصيل الطالب، نقوم بتحليلها ونجد وين نقاط القوة لدي الطالب تحتاج لتعزيز ونقاط الضعف اللي بتحتاج لتحسين. وكمجموعة من المعلمين المتخصصين في المادة نقوم بوضع الخطة حتى نرتقي بالتعليم في داخل الغرفة الصفية. قدرنا نتزود ببعض الأدوات اللي ساعدتنا في تحسين أداء المعلم في الصف وإكسابه بعض المهارات اللي بتنعكس بالتالي على تحسين نوعية التعلم والتعليم المقدم للطلاب. لما بتطلب من الطالب يكون طالب متعلم ذاتي، لازم يكون يشوف عم بيشوف المعلم نموذج لإله لحتى يخرج بأفضل النتائج.